يبدو قطاع غزة أكثر المناطق الفلسطينية ترقبا للحظة إعلان الحكومة الجديدة، ترقب دوافعه عديدة لعل أهمها مصير معبر رفح. فحديث القادة السياسيين طيلة الأيام الماضية رفع منسوب التفاؤل لدى الفلسطينيين، وتصدر ملف معبر رفح قائمة بشريات ما بعد إعلان الحكومة الجديدة. بعد تشكيل الحكومة مباشرة سيكون هناك افتتاح لمعبر رفح له شقين، شق مصري وشق فلسطيني. الشق الفلسطيني هناك تداخل أطراف إقليمية ودولية طرف في الموضوع، طبعا فور حلها مصر جاهزة لأن تتعامل مع سلطة شرعية فلسطينية ممثلة بالحكومة لتخفف من معاناة أهلنا. الأنظار لا تتجه صوب معبر رفح وحده، فهناك بالجوار معبر كرم أبو سالم، أحد عناوين الحصار الإسرائيلي الذي أحكم قبضته على القطاع بعد سيطرة حماس عليه صيف عام 2007. لكن بالسؤال عن مآلات السياسة الإسرائيلية في التعامل مع غزة في ظل حكومة جديدة، تبدو الصورة ضبابية. الإسرائيليون قد يستمروا في هذه الوتيرة الحالية في قطاع غزة، من ناحية أن غزة لا تحيا ولا تموت حتى إشعار آخر. إذا ما حصل انعكاس سلبي أكثر من المصالح على إسرائيل، العمليات في قطاع غزة والضفة الغربية، انسجام أكثر بين عباس وحماس البرنامج السياسي، هذا قد ينعكس سلبا على طبيعة التعامل الإسرائيلي مع قطاع غزة، أو على الأقل محاولة التحلل من قطاع غزة سياسيا وإداريا وانفصاليا في محاولة إلقائه في حضن أبو مازن أو المصريين أو المجتمع الدولي. الحديث عن حكومة واحدة لكل الفلسطينيين يعني أن كثيرا من مظاهر الانقسام ستختفي من مشهد العمل المؤسسات، سواء الحكومي منه أو الخاص. لا تملك الحكومة الفلسطينية القادمة عصا سحرية تحل بها مشاكل الفلسطينيين في القطاع بين عشية وضحاها، فهي محددة المهام والمدة الزمنية، غير أن الآمال المعلقة عليها بحجم معاناة تراكمت عبر سنين. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.